كانت مدرسة تحمل بين أسوارها مئات الأحلام لطفولة بريئة تريد أن تلهو وتلعب وتمارس حقها في مستقبل مشرق قبل أن يحوله الاحتلال لكابوس لن يفارق مخيلة من بقي على قيد الحياة منهم إلى الأبد. فبدلاً من كراسته البيضاء وشنطة مدرسته التي من المفترض أن يحملها هؤلاء الأطفال فوق ظهورهم حملوا جثث ذويهم المتناثرة جراء القصف. طفلان لم يتجاوز الأعوام العشرة، قرر الطفلان العودة إلى مدرستهما لإلقاء نظرة على ذكرياتهما التي لم يمنحهما الاحتلال فرصة لتكوينها، فوجد بما لم يخطر على بال أحدهما، فأي بال لهذين الطفلين كان قد يخبرهما أن الموت والدمار سيصلان مدرستهما، وأن الدماء ستسيل فوق كتب رفاقهما لتكتب نهاية لقصة لم تبدأ بعد. شو هذا الدمار؟ كنا ندرس فينا دول المدارس، وكنا نلعب في الساحة، نزلونا اللعب الكوار، كنا ننزل هناك نشوف البنادمين اللي رايحين، نقف على بوابة المدرسة، كنا عايشين يعني. مجرد طفل سلبه الاحتلال حقه في كل شيء، حتى في مستقبل قد يكون مشرقاً، وأحلام أرادها وردية فلطخها العدو بدمائه. قصة تتكرر كل يوم في قطاع غزة على مدار أكثر من 6 أشهر، أبطالها أطفال لا يدرون بأي ذنب قتلوا أو إلى أين يمكنهم الفرار من موت يطاردهم. كان في إلي بسام، محمد، عبد الله، كثير إلي استشهدوا، والله كانوا جنب دارنا واستشهدوا. كل يوم أروح معهم على المدرسة، بس استشهدوا، قلت الله يرحمهم. بس مبنى كان ينبض بالحياة والأمل وضحكات الأطفال الأبرياء أردته آلة الاحتلال أرضاً فوق رؤوسهم، ليصبح وحده كفيلاً بأن يخبر العالم كيف كانت تل أبيب تستهدف البراءة في القطاع، وكيف قضت على أحلام ومستقبل أطفاله. هذه مدرستنا اللي عشنا فيها.